التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصله في صباح هذا اليوم مع تواصل انطلاقات هجني ابناء القبائل المنطلقه في صباح هذا اليوم والمندفعه بالاندفاع السابع ضمن هذه الانطلاقات وضمن شاره الاتحاد والديوان الثامن ونهايه الديوان الثامن الذي ينطلق في صباح هذا اليوم لهجني ابناء القبائل. شوطنا السابع خصص لزمول المحليات على صايل مباشره مع البدايه مباشره مع مقدمه هذا الشوط. من يتقدم على الصداره وينطلق على المقدمه هذا شاهين، يقدمه مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري، ياتي على صداره المسار ويقدم لنا انطلاقه شاهين. بينما المركز الثاني من يتقدم في هذه اللحظات وينضم في هذا الانطلاق هذا الشامخ، يقدمه في هذه اللحظات محمد بن سعيد بن عبد الله الرميثي، خذ المركز الثاني. بينما المركز الثالث شوف القدوم مع الشامخ ومحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع هذا مستحيل وراشد بن جوهر بن كلفوت الشامسي يقدم مستحيل مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس هذا رحال وخليفة بن حليس بن راشد الاكتبي مع رحال مع المركز هنا ايضا الخامس. الدور المركز السادس من القادم في هذه اللحظات من المتقدم في هذا المسار المستمر هذا الاسد، ومحمد بن حزمي بن قناص العامري يقدم الاسد في هذه اللحظات على مستوى المركز هنا ايضا السادس. بينما المركز السابع هذا عقيب يقدم محمد بن سعيد بن حمرور العامري مع عقيب مع المركز هنا ايضا السابع. بينما المركز الثامن شوف القدوم في هذه اللحظات وشوف التقدم مع مياس وغانم بن ضاحي بن حمد المزروعي، يقدم لنا مياس مع المركز الثامن. الدور المركز التاسع شوف الوصول في هذه اللحظات والتقدم مع انطلاقة مشغل وسلطان بن عبد الله بن كحيد بن ضاحي العميمي، ياتي مع مشغل مع المركز التاسع. بينما المركز العاشر شوف الوصول في هذه اللحظات وشوف التقدم في هذا الانطلاق من خلال تواجد هنا ايضا وحضور مشاهدين الاعزاء هذا تمام وعمير بن سيف بن معضد المشغول، ياتي مع تمام في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات المتواصله. هذه النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمه المنطلقه في هذا المسار المعلنه بالحضور في هذا المسار المستمر وفي هذا الإبداع الذي يأتي بوجود هذه الأسماء بوجود أبناء القبائل المنطلقة والمبدعة بالانطلاق. ولكن نعود والعود أحمد، نعود مع بداية المسار مع بداية الإبداع مع بداية التحدي. من يتقدم على الصدارة ومن ينطلق على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول هذا هو شاهين على مقدمة الانطلاق. مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري ياتي على الصدارة، ياتي على بداية المسار، يقدم لنا شاهين على مقدمة المسار على مقدمة الإبداع. بينما المركز الثاني من يتقدم في هذه اللحظات من ينطلق في هذا المسار هذا هو الشامخ ومحمد بن سعيد بن عبد الله الرميثي ياتي مع الشامخ مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث شعار بن كلبوت الشامسي يقدم مستحيل وراشد بن جوهر بن كلبوت الشامسي خذ المركز هنا ايضا خذ المركز الثالث. الدور المركز الرابع هذا الشامخ ومحمد بن راشد بن حضير الاكتبي ياتي مع الشامخ مع المركز الرابع. المركز الخامس شوف القدوم في هذه اللحظات مع رحال وخليفة بن حليس بن راشد الاكتبي، يقدم رحال في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير. بينما المركز السادس بينما
المركز السادس. شوف القادم في هذه اللحظات والمتقدم في هذا الانطلاق والمندفع في هذا التحدي وفي هذه الانطلاقات المتواصلة مع حقنا أبناء القبائل المنطلقة والمبدعة بالانطلاق القادم المنطلق في هذا المسار المستمر مع المركز السادس. مع المركز السادس شعار هنا أيضا، شعار يتقدم، شعار هنا أيضا بالحزمي يتقدم ويقدم لنا الأسد محمد الحزمي بن قناص العامري، يقدم لنا انطلاقة الأسد في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات المتواصلة مع تواجد هذه الأسماء، مع تواجد هذه الشعارات، مع تواجد هذه النوعيات، مع تواجد هذه السلالات المحلية، بنوك الانتاج، بنوك الانتاج مستقبلا. بينما المركز هنا أيضا السابع، المركز السابع هذا مياس وغانم بن ضاحي بن حمد المزروعي، يقدم مياس، يقدم مياس مع المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن هذا تمام، هذا تمام يقدم في هذه اللحظات يرافق عمير بن سيف بن معد المشغولي، يقدم لنا انطلاقة واندفاع التمام مع المركز هنا أيضا. مع المركز الثامن، المركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات بن حمرور مع انطلاقة عجيب ومحمد بن سعيد بن حمرور العامري، خذ المركز التاسع. المركز العاشر شوف القادم في هذه اللحظات والمنطلق في هذا المسار المستمر، هذا محير، هذا محير راشد بن خميس العمري، يقدم محير مع المركز هنا أيضا العاشر. هذه نتيجة العشر المراكز الأولى المتقدمة، نيدان الثانية العشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن نعود حيث البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع صدارة المسار، مع صدارة الإبداع، مع بداية هذا التحدي، مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، وين البداية؟ وين مقدمة المسار، مقدمة الإبداع، مقدمة الإثارة؟ من يتقدم على الصدارة وينطلق على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول؟ أراقبه من على بعد، أراقبه من على بعد، شعار عصوغة إذا صح هذا التعبير، يأتي على الصدارة، يأتي على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا انطلاقة واندفاعة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هذا شاهين، هذا شاهين مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري، يأتي على الصدارة، يأتي على بداية المسار ويقدم لنا انطلاقة شاهين على مقدمة الشوط. ولكن الشامخ، ولكن الشامخ قادما في هذه اللحظات، ومحمد بن راشد بن حضير ملك تبي، يقدم الشامخ، يقدم الشامخ. بينما المركز الثالث، بينما المركز الثالث شوف القادم في هذه اللحظات، هذا مستحيل، وراشد بن جهور بن كلبود الشامسي يقدم شعاره. المركز الرابع، المركز الرابع وصل شعار بن محمد، يقدم لنا انطلاقة واندفاع الشامخ سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، يأتي في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات المتواصلة. بينما المركز الخامس، بينما المركز الخامس شوف الوصول في هذه اللحظات وشوف القدوم، شوف التقدم في هذه الانطلاقة من خلال تواجد وحضور رحال، رحال، رحال بدأ يتقدم، يقدم في هذه اللحظات خليفة بن حليس بن راشد الكتبي، يقدم انطلاقة رحال مع المركز الخامس. المركز السادس، اوهو يا سلام، وصل بالحزمي، وصل بالحزمي في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقة الأسد محمد الحزمي بن قناص العامري، يأتي مع الأسد مع المركز أيضا السادس، غير إلى الخامس، إلى الرابع، عين إلى رأس حربة هذا الشوط، تابع لبقية الأسماء، تابع لبقية الشعارات الحاضرة المنطلقة المنضمة في هذا الشوط، لقطة تشمل جميع هنا أيضا الشعارات، جميع
جميع الأسماء المنطلقة، كافة الأسماء، ولكن شاهين على مقدمة الشوط. مظفر بن سعيد، مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري يأتي على البداية، يأتي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. الكيل الأخير، الكيل المثير، يا سهال الزمول، يا ملاك الزمول، يا ملاك الزمول، ما يفصلنا عن الوصول، ما يفصلنا عن العبور. والبداية، البداية مع العملاق العيناوي، البداية مع رعصوغة، البداية مع مظفر بن سعيد بن مظفر العامري، ياتي على الصدارة، ياتي على بداية المسار. ولكن بن حضيرم الله مع الشامخ، مع الشامخ خذ المركز الثاني، محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي. ولكن شاهين صامت مع بداية المسار. مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري، محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا الأسد ومحمد الحزي بن قناص العامري. ولكن شاهين اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، جولة الأوامر النهائية. وهذا شاهين على البداية. مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري وبن حضيرم بدأ يتحرك مع الشامخ، بدأ يحرك الشامخ. حرك يا رعصوغ وروح، حرك مع الإبداع، روح مع الإبداع. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، الشامخ وشاهين. مظفر بن سعيد ولا محمد بن راشد بن حضيرم. ولكن مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري، انت السعيد. واللحظات الاخيره، اللحظات المثيره، سلام رعصوغه، سلام، تهانينا وناموس. المركز الثاني هنا ايضا كان مشاهد الاعزاء متابع الكرام، الشامخ لمحمد راشد بن حضيرم الكتبي، ثالثا محمد الحزي بن قناص العامري. المركز الرابع كان مشاهد الاعزاء مستحيل وراشد بن جهر بن كربود الشامسي. المركز الرابع أو الخامس، المركز الخامس كان قدم رحال خليفة بن حليس بن راشد الكتبي. شاهين قدم بالأداء الممتاز. مظفر بن سعيد بن مظفر بن خموش العامري بتوقيت زمني مقدارة 12 دقيقة 55 ثانية. تهانينا وناموس لراعي صوغة وتهني موصولة العملاق العيناوي.